احتفل ملايين المسيحيين حول العالم بأحد الشعنين بحسب التقويم الشرقي، وهو آخر أحد يسبق عيد الفصح، حيث أقيمت في المملكة العديد من القداديس الاحتفالية بهذا اليوم المقدس. عدسة نورسات زارت الكنائس الرسولية وأعدت التقرير التالي. أحيت الكنائس الرسولية في الأردن ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث أقيمت قداديس أحد الشعانين في كافة كنائس الأردن، وتزينت الكنائس بأغصان الزيتون وسعف النخيل رمزا للمحبة والسلام. وكان الأطفال من أجمل مظاهر الاحتفال بالعيد ببسماتهم وتعابير أفراحهم بهذه المناسبة. وبهذه المناسبة شاركت عدسة نورسات في غالبية الكنائس لتنقل بالصوت والصورة احتفالاتها، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان القداس الاحتفالي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة وجموع غفيرة من المؤمنين. وفي كلمة روحية لسيادته تحدث عن دخول السيد المسيح لمدينة أورشليم وبداية أسبوع الآلام، وأوصى المؤمنين أن يعيشوا هذه الأيام بالصلاة والصوم والتوبة لنموت ونقوم مع المسيح. برجع للقديس إبيفانيوس وبحكي إنه الشيطان من صغرنا ببذر بذور الرذائل والشهوات في داخلنا حتى يشوف نحن وين. واحد بيشوفه بحب المجد الباطل، واحد بيشوفه بحب اللذة والشهوة، واحد بيشوفه بحب المال، واحد بيشوفه بالغضب، بيشوف كل واحد ايش الاشي المسيطر عليه وبيبلش يغذيه. وعشان هيك كل واحد فينا ونحن منكبر في إشي مسيطر علينا، في إشي مقيدنا. هذا القيد اليوم الكنيسة بتدعونا إنه نحن نتحرر منه، نتحرر من قيود الخطية ونقدر إن نوصل مع المسيح للقدس، نروح لألامه حتى نقدر إنه نقوم معه. واحتفلت كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي بالقداس الاحتفالي ترأسه سيادة المتروبوليت فينيديكتوس بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وبحضور جموع من المؤمنين. وانتقالا للكنيسة اللاتينية، احتفل الأب عصام الزعمط بالذبيحة الإلهية في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير بحضور جموع غفيرة من المؤمنين، حيث هنأ قدسه في عظة القداس جميع المؤمنين المحتفلين بهذه المناسبة. واحتفل سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الكاثوليك بالقداس الاحتفالي في كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة أم السماق بمشاركة كهنة الرعية وحضور المئات من أبناء الكنيسة، وبمشاركة معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات المطرانية في أم السماق. وفي كنيسة السيدة العذراء والشهيد ماري جيريس للأقباط الأرثوذكس في العاصمة عمان، احتفل القمص أنطونيوس صبحي بمعاونة القس ميخائيل ثابت
بالقداس الإلهي بمشاركة شمامسة الكنيسة وحضور جموع غفيرة من المؤمنين. وانتقالا لكاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس في منطقة الصويفية، احتفل الأب الربان بنيامين شمعون بالقداس الإلهي بمشاركة شمامسة الكنيسة وحضور أبناء الكنيسة السريانية في الأردن. وفي مدينة الفحيص احتفلت الكنائس الرسولية بتذكار أحد الشعانين بحضور جموع غفيرة من المؤمنين، وقد شارك الأهالي بالقداس الإلهي وبمشاركة لفيف من الكهنة، بالإضافة إلى الدورة التقليدية بأحد الشعانين التي جابت المنطقة المحاذية للكنيسة وباحة الكنائس. وفي محافظة الكرك جنوب الأردن احتفلت رعية القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك بالقداس الاحتفالي ترأسه الأب أيهم زيادين راعي الكنيسة بحضور أبناء الرعية، وتخلل الاحتفال دورة احتفالية داخل الكنيسة. وفي ذات المحافظة احتفلت رعية القديس ميخائيل للاتين في بلدة سماكية جنوب الأردن بأحد الشعانين بقداس احتفالي ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة، حيث طاف المؤمنون بساحة الكنيسة حاملين أغصان الزيتون رمزاً للسلام والانتصار ومرنمين: هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. وفي كنيسة الفادي الأسقفية العربية احتفل القس الكانون فائق حداد بقداس أحد الشعانين في منطقة جبل عمان بحضور جموع من أبناء الرعية. الرب هو الله وقد أنار لنا، اصطفوا في موكب العيد بأغصان حتى قرون المذبح. وفي الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية أقام قدس الأب زيد حبابة احتفالا مميزا جمع ما يقارب 500 طفل من أبناء الرعية بحضور المونسنيور ماورو للي القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن، والأب ماريو، وعدد كبير من أهالي الأطفال والرعية. وختاما في المدينة المقدسة أورشليم القدس احتفل بأحد الشعانين بمسيرة مهيبة جمعت الآلاف من المؤمنين، بدأت من بيت فاجي وترأسها المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بيير باتيستا بيتسبلا وسيادة المطران ياسر العياش، تميزت بالتراتيل والمظاهر البهيجة بهذه المناسبة حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل ليصلوا لجبل الزيتون هاتفين وقائلين: هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب. بحب أعيد على جميع المسيحيين وأقول لهم كل سنة وأنتم سالمين، بالخاصة الطائفة الغربية. اليوم جينا نحتفل بعيد الشعانين وبتمنى الخير لكل العالم. إن شاء الله هذا اليوم دخول يسوع المسيح على القدس تكون محبة وسلام لكل العالم. إن شاء الله بيكون السلام في أرض السلام، وهذا بلاد يسوع. يسوع هو السلام والمحبة لكل، وكل عام وإنتوا بألف خير. بمناسبة هذا اليوم أحد الشعانين بالتقويم الغربي، بحب أعيد كل الشعب المسيحي في فلسطين وخارج فلسطين بهذا اليوم، كل عام وأنتوا بألف خير، وقدوم عيد الفصح المجيد اللي هو قيامة سيدنا المسيح برضو كل عام وأنتوا بألف خير. إحنا اليوم طبعاً جايين نحتفل بأحد الشعانين وبداية مسيرة الأسبوع المقدس، كتير الناس مبسوطين وإن شاء الله بعم السلام وبتكون الأجواء كمان أحسن من هيك، وبستطيع كل المواطنين الفلسطينيين القدوم للقدس والمشاركة بهذا الاحتفال. بدء نهنئ الشعب المسيحي في كل مكان وخصوصا الفلسطيني والعربي بأحد الشعانين اللي هو عبارة عن بداية لانطلاق أسبوع الآلام. أحد الشعانين بذكرنا
بالسيد المسيح المتواضع الذي جاء من بيت فاجي إلى القدس، حيث هناك الناس كانت تغني وترتل وتقول هو شعنا في العالي، استعدادا لاستقبال الملك القادم إلى القدس. ونحن نعيد هذا المناسبة، وكلنا أمل أن يعم السلام والعدالة في ربوع بلادنا وفي الوطن العربي وخصوصا بلاد الشام. نتمنى للجميع عيد سعيد، ونتمنى لكم في نور سات دائما التوفيق في نقل هذه الرسائل السماوية الروحانية من القدس ومن كافة أماكن الأرض المقدسة. My name is Kevin Highfield. I'm from Washington DC and I'm here to celebrate Palm Sunday when the Prince of Peace came to bring peace to the world for redemption, for help, for healing for everybody, for all nations. And I wish for this country as well that they would have the peace of Christ in their hearts. Because Christ came to be king and sit on the throne of every heart in the world. أجينا اليوم من رعاية رام الله ومن رعاية فلسطين كلها للمشاركة في دورة أحد الشعنين للاحتفال ببداية الاحتفالات الأسبوع المقدس في مدينة القدس. هنا بدأ كل شيء، ونعود دائما إلى مدينة القدس لنتذكر دخول السيد المسيح إلى هذه المدينة في هذا الأحد، أحد الآلام أيضا التي يبدأ فيها مسيرة آلام السيد المسيح ومسيرة خلاصنا جميعا. فنتمنى للجميع المسيحيين أن يعيشوا هذه الأيام كأيام مقدسة في حياتهم وأن يحيوها مع المسيح دائما. كان هناك تواجد كبير للفلسطينيين من كافة المناطق، وهذا بشرفنا وهذا يشلج قلبنا. وهنا رسالة إلى العالم أن المسيحية انطلقت من هنا، وأن أبناء المسيح هم هنا متواجدون ليحموا المدينة المقدسة وليتفاعلوا مع الآخرين ويؤكدوا على قصة المسيح، دخول المسيح إلى المدينة المقدسة بهذا اليوم، يوم الشعنينة، يوم البركة، تحضيراً للجمعة العظيمة. يعتبر أحد الشعانين رمزاً يثبت لدى الشعب المسيحي أهم ركائز رسالة السيد المسيح، وهي المحبة والسلام، حيث كان دخوله متواضعاً لكن الشعب اليهودي رفضه، فيما كان يحمل بعض من أتباعه سعف النخيل وغصون الزيتون دلالة على الترحيب بالمنتصر على الشر.